السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو؟ نادية من إقليم خنيفرة، أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي دكتور قريبان، الله يجازيك بخير. الحمد لله ملي سمعنا الصوت ديالك مباشرة. يا ألف مرحبا لله. سي دكتور عافاك الله يجازيك بخير، عندي الوالد عيان بزاف، الوالد ديالي من حفظة القرآن. هذا شهر رمضان، شهر ثلاثة، وقعت له جلطة في الدماغ، يعني مشى له واحد العرق في الدماغ. من ديك اللحظة وحنايا معاه وكنعالجو، يعني عنده شلل نصفي ولحد الآن مازال ما كاين حتى شي تحسن. وكنطلبوا منك شي دعوة ومعاهد من المستمعين كاملين يطلبوا معنا بالشفاء إن شاء الله، حيث هو الحالة ديالو عيما كتزيد تدهور بزاف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحالة ديالو بالنسبة لنا دابا حنا كنشوفوا أنه ولا كيحس بيدو كيحس برجلو، ولكن ما كيقدرش يمل منهم، ما كيقدرش يحركهم، كيبات الليل كامل ما كينعش، يبات الليل كامل يتوجع، يضل النهار كامل يتوجع، ما عرفناش شنو غنعملوا. ودائما كنمشيو نجيو ونديروا له الترويد ونديوه للطبيب، متبعين له الدواء، متبعين كل شيء، ومازال ما شفناش شي تحسن اللي غيخلينا زعما نرتاحوا نفسيا، ولا زعما النفسيه ديالو هو بيدو بدات كتاثر بزاف، يعني ولا كيعصبي ولا كي اي حاجه كنقربوا ليه كي ما كيقدرش حتى لمسه تيخاف من الحريق. الله اكبر، لا اله الا الله، الله يشفي يا رب، الله يشفي يا رب، لا اله الا الله. امين يا رب. مرحبا لاله ناديه، لا اله الا الله، الله يفرج عليكم. اول حاجه لاله ناديه، طوبى لوالدك، طوبى له انه من حملة القران، هذه في حد ذاتها مزية عظيمة وكرامة كبيرة لا ينالها إلا من رضي الله عنهم ورضوا عنه. فربنا عز وجل يجمع أهل القرآن ويجمع العلماء ويقول لهم يوم القيامة: لقربكم مني جعلت فيكم سري. الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء الخلق فجعل فيهم سره، وسره هو إما أن يكون هناك القرآن في صدورهم، وعندهم علم، علم الدين، علم الفقه، علم العقيدة، علم التربية الدينية. هذا سر من أسرار الله وكرم كرامات الله، لحب الله لهم جعل فيهم سره واستودع فيهم خيره، حتى قيل بأن حامل القرآن وكأنه نبي، غير أنه لا يوحى إليه. حامل القرآن كرامة عظيمة، وقد وعده الله تعالى بدخول الجنة بلا حساب، بل وأعطاه الله تعالى كرامة أنه يعطي مقام الشفاعة، يشفع لأهل بيته. وقد جاء في الحديث: من حفظ القرآن واستظهره وأحل حلاله وحرم حرمه أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة وجعله شفيعا لعشر من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. هذه كرامة ومزية عظيمة لوالدك. فبغيتك نادية أنت والعائلة كلكم لا تخافوا ولا تحزنوا، راى الوالد ديالكم في كنف الله وهو من أهل الله وفي رعاية الله. ولكن لماذا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه هذه المعاناة؟ لماذا؟ هذا سؤال وجيه. السر والجواب في قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب. وما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا كرب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. هذه نعمة عظيمة، أهل الله كانوا يفرحون إذا أصيبوا بالأمراض والأسقام والابتلاءات، يقولوا: ربنا سكرنا، ربنا أعطانا هدية ومزية. وكيقول لك: إذا ذهبت عني النعمة فقد حضر معي المنعم،
لأن المريض المبتلى كتلقى طريح الفراش لا يقع في المحرمات ولا في المنكرات ولا في الكبرياء ولا في النميمة ولا في الفساد، كتلقى شد فراشه كيذكر الله دائما كيذكر الله تعالى والله معه. أي نعم ذهبت عنه النعمة لكن حضر معه المنعم جل علاه، حتى قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي عبدي، يقول لك إن عبدي فلان قد مرض، يقول لك عبدي إني قد مرضت ولم تعودني، عبدي إني قد مرضت ولم تعودني، فيقول يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال أو لم تعلم أن عبدي فلان قد مرض ولم تعوده، وإن عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. الله تعالى فين كاين؟ الله مع المرضى، الله تعالى مع المبتلين، الله معهم. لوجدتني عنده، العندية والمعية، هذا باب كبير عند أهل الله اسمه العندية والمعية، لوجدتني عنده. ومن ثم يقول أهل الله ذهبت عني النعمة ديال الصحة وديال العافية، لكن حضر معي وعندي المنعم جل جلاله. ثم السر في هذه الأمراض والأسقام، النبي الكريم أخبرنا بأن العبد المؤمن يكون له مقام عالي، مقام رفيع في الجنة، قريب من مقامات الأنبياء ومقامات المرسلين، بل ومقامات الأولياء المقربين المبجلين. هو غير عبد، لكن الله عز وجل أعطاه مقاما عالي. وحينما يرى الملائكة أعماله يرون أن هذا المقام لن يصل إليه لا بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته ولا بصدقته ولا حتى بحفظه وتلاوته للقرآن، لن يصل ذلك المقام العالي. فيقول الله عز وجل ابتلوه حتى يصبر ويحتسب ويرتقي. الأمراض يقول أهل الله الأمراض نقاء وارتقاء، نقاء وارتقاء، نقاء من الذنوب والخطايا والمعاصي وارتقاء في الدرجات. وهذا ليس غريب، تلقوا عدد كبير من أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الفلاح قد قام كي مرضوا مرض شديد، والناس يقولوا واش ربك يعذبهم؟ حاشا وكلا، وإنما الله تعالى يباهي بهم الملائكة، يقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي الصالحين سلبت منهم النعم. ماذا قالوا؟ قالوا يا ربنا حمدوك وشكروك على كل حال إنه من الصابرين. فيجيب الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالولد ديك الذي لعل الله تعالى بغري هذا المقام الرفيع، أي نعم ثم كتعدوا معه كل بالأجر والتواب، كل بالأجر والتواب. وأهل الله كانوا يفرحون إذا أصابتهم الامتلاك، يقولوا ربي تفكرنا. إمتى كيخافوا؟ كيخافوا إذا كان ربي عز وجل أعطانا النعم الكثيرة ولم يبتلينا، يقول لعله يملي إلينا. عندك نكون ممن قال فيهم ربنا عز وجل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، الله يحفظنا وإياكم. واحد القوم قد يخبر عنهم الله تعالى أنهم في الدنيا ما كانوا لا صلاة ولا عبادة ولا دين، وفوق كل هذا أعطاهم الله النعيم، أعطاهم المال وأعطاهم الجمال وأعطاهم الحرية والأمان وأعطاهم الحضوة بين الخلق وزادهم من الخيرات. هم لا صلاة ولا صيام ولا عبادة. الناس كيتسألوا واش هذا حامل القرآن ورجل من الصالحين ويعذب وعنده فقر وعنده ديون، وهذا لا يؤمن بالله وعنده الجمال وعنده الصحة وعنده الأبهة وعنده القبول بين الخلق وعنده الخيرات كلها، كيف يعقل؟ هذا اللي عنده الابتلاء ربي عز وجل أراد أن يطهره من ذنوبه قبل لقاء الله حتى يلقى الله وما عليه ذنب. أما الثاني الله تعالى يقول له لك تسني أنا طيلك هنا في الدنيا النعيم اللي انت كتسالو، انت فيك الخير كدير الخير ولكن لا تؤمن بالله، يعطيه الله النعيم يقول استمتع. يوم القيامة ملي ربي عز وجل يوزع الغنائم ويوزع الجوائز للفوز وما كيوصل والو، يقول يا ربي أين وحقي؟ يقول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها خذيتوا حقكم فاليوم تجزون عذاب الهون. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا رب يكرم لنا دي، الله يشفي الوريد، اللهم شافيه وعافيه، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما.
اللهم بحق القرآن العظيم الذي في صدره شافه وعافه وداوه بفضلك وجودك وكرمك يا رحمن. رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.